صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. كلام الله تنزيل بلا شك وإعلان به قد خاطب القول حبيبا قائلا ياسينا وقرآنا فرقناه لتقرأه على قاسم. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة العشر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ السيد محمد السيد عيد الإذاعة والتلفزيون المصري في هذه الليلة القرآنية التي نودع فيها عريس الجنة رضا إسماعيل الليثي. نسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأستاذ إسماعيل الليثي قد الديوان من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. رضاهين لصاحب مخازن الفراشة الحديثة والإنارة الزهنية الهندسة الإذاعية والخدمة النقية وهذا القصر الذي كُنّل وجُنّل على أكمل وجه. شركة الهليلي عمارة العم خالد الهليلي وإخوته تصميم المخرج عمر جمال للحفلات الدينية. أيها السادة الحضور الكرام دمتم وطاب مأساكم وتبوأتم من الجنة منزلا شكر الله سعيكم جميعا. يلا انت اهو
كنت بس اي حد فيه تليفون او شات. تعالى يا صاحبي ورا مش ورا بحسب ايه بقى ورا كمان بقى ورا كمان يعني لا معلش ورا دي ارجع لورا ولا من ورا ارجع بعد اذنك انت مش هتدع من الناس اللي ورا دي عشان توبي ولا تتكبري سيأتي عليك يوما سوف ترحلي وتجردي من كل غاد وفي ثوب أبيض سوف تكفني مهما طال الزمان أو كثر حبا على الأعناق سوف تحملي ستزوري بيت الدون يوما وحبا في التراب سوف تدفني لأن الموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبقي على إنساني يا ناسيا ثوب الأماني فلربما نسبت يداك لتائف الأبدان يا ابن العالمين جميعا ولا يبقى الا وجه المهيمن ذو الجلال والاكرام ولما نام سيدنا ايوب عليه السلام على فراس المرض فدعا ربه قائلا اللهم اجعل البلاء يصل الى كل اعضاء جسمي ولا تجعل البلاء يصل الى لساني حتى اصل اقول لا اله الا الله اصلي واسلم وابارك على سيدنا رسول الله محمد القائل صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر هازم اللذات فقال وما هازم اللذات يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الموت مفرق الجماعات ومبني الامهات ومسل للبنين والبنات السادة الحضور الكرام نستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة فضيلة القارئ السيد محمود عدوان وفي ساعات مصر والعالم الإسلامي يتحقق الفضيلة الرقصورة أبو السيرة
بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة شويه بس.